راسي. راه نتوما اللي دايرين هادشي، نتوما اللي دايرين هادشي. الله يرجع لكم الصحة. يعني فيما يتعلق بهذا حفل الافتتاح ومسألة التنسيق مع الصحافة، هذه مسائل ما كانتش على الوضوح، كان واحد المشكلة، كان واحد الغموض، وهذا الغموض أخويا أنا نقدر نقول لك باعتباري ولد من هاد الأولاد المنطقة وإعلامي في المنطقة، أنك يتم تدبيره بحيلة وبمكر. حتى هناك من يستقدم ناس ما عندهم علاقة، كيقول لي مني تسمع شي واحد مركز معايا بودنيه شوش عليه، يعني صحافي إلا كان غيسمع معلومة ويدي الرأي العام كيتم التشويش عليه. هذا من جهة، من جهة أخرى أن هناك بعض الناس لا سمع الله يسامحهم كيطفلوا على المجال، كيجيبوا ناس ماشي صحفيين. علاش؟ لأن الصحفي كيأثروا قانون أخلاقية المهنة، وكيأثروا قانون الصحافة والنشر، وكيأثروا قانون أساسي الصحفي المهني، فما يقدرش ينقل شي حويجات، هما كيجيبوا واحد ما فاهمش في المهنة حتى حاجة وكيخليوه ينقل هذاك الشيء اللي باغي ينقل. علاش؟ باش ينقلوا داك الشيء ديالهم واللي يجيب لهم تصاورهم البيروات واللي زعما فهمتي حابيهم من المصورين ديالهم ومن، ولكن الصحفيين المهنيين راه كيتحاربوا خويا. علاش؟ لانه ذو حزم وعارف ما الماده الاعلاميه كي دايره عنده، عارف انه اسئله يعني جوهريه خصو يسولها باش يجيب معلومه يعطيها للقراء ديالو والمتابعين ديالو، فهما كيتعمدوا التشويش ديال يعني على هذاك المنبر المعين ولا على الصحافه بشكل عام، كيتعمدوا التشويش بهذه الخطوات اللي كيف قلت لك، اللي فيها المكر وفيها الحيله وفيها الخداع. هاد الناس انا راه مني عهدت اخويا راسي في منطقه بن مسيك، كانوا عمال مشكورين دازوا على هذا المستوى، هذه المنطقه راه خدموا مزيان، ولكن راه مؤخرا راه ما جاوش عمال اللي بنفس ديك بنفس ديك القوه ديال دوك الناس اللي سابقين وبنفس الخدمه ديال دوك الناس السابقين. راه هنا راه كاينه الضحك على الدقون، الا بغينا يعني نعطيه واحد الوصف معين، وكاين غير واحد الحيله في التعامل مع شباب المنطقه ومع الصحافه، لانهم كيطبلوا داك الشيء اللي بغا. حتى ان الاستفسارات اللي كتجيهم منك كيرصدوا بعض الاختلالات كاينه في الصحافه او بعض المواد اللي يعني متناولتها الصحافه، راه كيمشيو هما يجاوبوا عليها بالكذب وبالتلفيق وبالتدليس وبالحيله، كيفكروا كيفاش يجاوبوا وما كيفكروش كيفاش يخدموا، كيفكروا كيفاش ياكلوا واحد الحاجه وما كيفكروش كيفاش يوصلوا واحد الحاجه. فنداءنا هنايا للناس المسؤولين، فراه هناك مجلس وطني للصحافه، وهناك نقابات، وهناك واحد المجموعه من الناس اللي واصيين على قطاع الصحافه في المغرب، لما لا ما يتم التنسيق معاهم. انا من هذا الباب كنشكر واحد المجموعه من المؤسسات اللي سهلت وبسطت مساله التواصل مع الصحافه الوطنيه، ماشي بحال هذا الشيء اللي هو باقي عشوائي على مستوى واحد مجموعه من المناطق. مني غادي نبغيو واحد الحاجه نفشلوها او واحد الحاجه ما نخليوهاش تكمل، فكنديروا لها حيله ونلبسوها ونلبسوا قفطان ديال ديك الحيله كنلبسوا لشي حاجه. اليوم ارتأوا انهم يلبسوا للصحافه وغادي يخرج يقول لك الصحافه ما خلاتناش نخدموا، الصحافه ما خلاتناش نديروا. لا، راه ماشي الصحافه، راه هما داروها بالعاني باش يلبسوها للصحافه. على هو مني كيوصي واحد مسؤول، ومن هنايا كنحيي رجال الامن اللي مساكن كيضربوا تماره، والناس ديال القوات المساعده كيحرشوا كيقول لي حيد هذاك السيد، وكيبدا يدفع فيك انت وانت خدام كتاخذ في المعلومه باش توصلها للراي العام. فهاد الشيء حشومه، وانت غادي تشوف غايجيبوا ناس ديالهم وغيدخلوهم لبيرواتهم من الصحافه باش يقولوا داك الشيء اللي بغاو، وغيلبسوا لباس ديال هذا الفشل اللي فشلوا فيه وفشلوا ديما هما فيه وديما فاشلين فيه، غادي يلبسوا للصحفيين.